السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على تاريخ مفهوم البيم. مفهوم البيم مش حاجة حديثة اليومين دول، لا، ده هو ظهر سنة 1962 على إيد مهندس أمريكي دوغلاس إنجلبرت. ده كان عمل كتاب بيقول فيها بعد ذلك يبدأ المهندس بإدخال سلسلة من المواصفات والبيانات، مثلا 6 بوصة لسمكة البلاطة، 12 بوصة لسمكة الجدران الخرسانية المثبتة بعمق 8 أقدام، وهكذا. وعندما ينتهي يظهر المشهد على الشاشة هيكلا يقوم المهندس بمعاينته وتعديله، ثم تزداد قوائم هذه المعلومات المدخلة واضطرابة أكثر مما يشكل فكرة ناضجة داعمة للتصميم الفعلي. هي دي أساس أو فكرة البيم، مبدأ دمج المعلومات في هيكل واحد ومكان واحد، وليس الفصل كما أغلب الأبحاث في الوقت ديت كانت بتتكلم في النقطة دي. فكان دوجلاس بيجري بحث حول العلاقات التفاعلية بين الإنسان والحاسب الآلي والاستفادة منهما عشان يخلي العالم مكان أفضل، وليس عن بيم حصريا، يعني ما كانش المقال مخصص للبيم، هو كان بيضرب مثال. بس هي دي الميزة أو بداية أو منشأ فكرة البيم. وعلى فكرة الراجل ده هو مخترع الفأرة أو الماوس اللي احنا بنستخدمها. وتخيل بقى إن لو هو قال لك عندي في كوبي رايت واي حد هيضغط كليك لازم يديني 1 بنس، يعني 1 بنس 1 على 100 من الدولار على ما اتذكر. كان زمانك دفعت قد ايه؟ بس هو الحمد لله ما مشيش بمبدأ الكوبي رايت الموجود دلوقتي. طيب المفهوم ده ظهر بعد كده في السبعينات من القرن الماضي في مقال علمي كتبه فان نيدروفين واخرون، وفي بحثهم كتير بدأ يطوروا فيه هيربرت سيمون وهكذا. واتكلم اكتر او ابرز واحد اتكلم تشارلز استيمان في كتاب البيم هاند بوك، ودي اغلب الناس اللي بتتكلم في البيم بيخليها في الريفرنس بتاعه. وكان عمل مقال اسمها ذا يوز اوف كمبيوتر انستد اوف دروينج ان بيلدينج ديزاين سنه 1975، اتكلم فيها عن نظام مواصفات البناء. ما كانش اسمه بيم، كان اسمه البي دي اس او بيلدينج ديسكريبشن سيستم، واتكلم فيها عن البارامتر اللي هي المحددات، وازاي نولد اشكال ثنائيه الابعاد من اشكال مجسمه ثلاثيه الابعاد، وان النظام ده هياثر على حصر الكميات التيك اوف. وانتقد بكل قوه ان احنا نخلي كل مخطط منفصل عن الاخر. وتشارلز استيمان سنه 1977 اشتغل على مشروع جلايد جي ال اي دي اي، دي لغه رسميه للتصميم الفعلي في جامعه كارنجي ميلون، فبدا فكره البيم تظهر. والمصطلح اللي هو بيلدنج انفورميشن موديلنج اللي احنا متعارف دلوقتي ده ظهر سنه 1992، بس احنا مش لازم نمسك في الكلمه وننسى الفكره، اهم حاجه الفكره، ممكن واحد يسميها اسم تاني. تمام، ده كان ظهر سنه 1992 في كتاب موديلنج مونتيبل فيو اون بيلدنج لفان نيدريفال. النظرية قديمة بس كان فيه مشكلة إن الأجهزة مش قوية لدرجة إنها تقدر تحط المعلومات دي كلها على الجهاز. أنت فاكرين الفلوبي الصغير وكنا بنقعد 1 ميجا وحاجات زي كده، ما كانش عندها إمكانية إنها تعالج هذه المعلومات. عشان تعمل كده ممكن تاخد لها 2 3 سنين يكون المبنى كله اتبنى. بس اتبنى، فبس لما الأجهزة اتطورت بدأ توفير التكلفة وبدأ والجدول الزمني يقل وبدأت المشاكل تقل. في مصطلح بقى اتعمل اسمه فيرشوال بيلدينج، ما فيش مسافة بينهم. فيرشوال بيلدينج ده شركة جريفسوفت عملته، وأول نموذج اتعمل كان 1987 في برنامج الأرك كيد. ده أول برنامج بيم ظهر 1987، بس هما كانوا شغالين من زمان. يعني في صورة سنة 1984 جريفسوفت كانت شغالة على البيم، كانوا سمينه رادار سي اتش وبعد كده سموه اركيكات، فهم كانوا شغالين عليه من قبلها بفترة. طيب في مصطلح تاني كانت عملته شركة بنتلي، استخدمت مصطلح نماذج المشروعات المتكاملة انتجريتد بروجكت مودلز. وشركة اوتوديسك هي مسكت في نموذج معلومات البناء بيلدينج انفورميشن موديلنج اللي هو اصبح منتشر الان. يعني لما حد يقرا كلمة فيرشوال بيلدينج او انتجريتد بروجكت موديلنج ممكن ما يقدرش يفهم ان هو ده البيم، خلاص بقى اي حد عايز يعمل بحث لازم يكتب كلمه البيم. وبعد كده اوتوديسك اشترت الريفت سنه 2002 بمبلغ 133 مليون دولار. قبل كده اوتوديسك ما كانش عندها الريفت، فكانت عامله برنامج
اوتوكاد اركتكشر، اوتوكاد استراكشر، اوتوكاد ام اي بي، هو نفس الاوتوكاد بس حط بعض الادوات اللي تخليه بيم. بس لما اشتغلت الريفت خلاص يعني خلته ممكن تشتريه، واصبحت بتروج للريفت اكتر او مركزه على الريفت اكتر. فحتى انا سالت الناس نفس الديسك قالوا لا هو الريفت، الكلام ده كان في 2006 او 7، قال لك لا هو الريفت هو المستقبل، ده احنا كنا عاملينه عشان نفذ، بس لما قدرنا نشيل الاقوى بننصح ان انت تشتغل بالاقوى، بس هم ما بيلغوش، هم بيخلوا البرامج موجوده. فهي دي فكره البيم، وهي بتتطور كل شويه، ونتمنى الناس تتبناها وتتمنى اي تكنولوجيا